أما يا أخواننا الجمع بين الصلوات ودي مسألة مهمة لتوقع نزول المطر، يعني الناس شايفة البرق وأهلنا يقول لك البرق القبلي أو شايفين جو المطر والسحب فيقول لك أجمع الصلوات لتوقع المطر. العلماء قالوا لا يجوز الجمع لتوقع المطر لأن الأحكام الشرعية ما بتبنى على التوقع إنما بتبنى على المفسد الواقع والحاصلة. طيب إذا كان الناس متوقعة المطر وفي صلاة المغرب فيصلي بالناس الإمام صلاة المغرب فقط ويمشوا بيوتهم، إذا نزل المطر الإمام هنا أو المؤذن يؤذن للناس صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، فبعد ذاك بيجوا معذورين من حضور الجماعة يصلوا في شنو؟ في بيوتهم. ده تفصيل المسألة لأنه في ناس بيقوموا بيتوسعوا فيها توسع لا يليق ويبقوا يجمعوا بين الصلوات من غير يعني حجة. حتى بعض الأئمة ضيق فيها فقالوا الجمع إذا كان للمطر فهو الجمع يكون للمغرب والعشاء، أما الظهر والعصر قالوا ما يجمعوا. لماذا؟ قالوا لوضوح الرؤية، الرؤية واضحة، الإنسان الدار يمشي المسجد بيمشي، ولكن الصحيح أن الجمع يمكن أن يكون في الظهر والعصر ويمكن أن يكون في المغرب والعشاء، لأن العلة في الظهر والعصر ما هو فقط يعني عتمة الرؤية، إنما العلة أيضا وجود الزلق في الطريق، والإنسان الكبير أو المرأة أو حتى الشاب ذاته ممكن ينزلق وينكسر وهذه مفسدة. والقاعدة الشرعية تقول المشقة تجلب التيسير، فمتى ما وجدت المشقة على الناس فالشريعة الإسلامية فتحت لنا مجال للتيسير على الناس.